حته الارض اللي قلت ما نشتريهاش طلعت وهم وملك للاوقاف. انا مش فاهمه انت ازاي اصلا تدخليه وتقعديه معاكي، ده حرامي وسرق فلوسنا. راسكم منين بس فهموني، دي لا فلوسنا ولا نعرف اصلها، نسيتوا كنا عايشين ازاي؟ اذا كان في حاجه مصدقاها في كلامه فهي ان دي فلوسه. سامع عمك بتقول ايه يا اختي؟ خلاص ما دام فلوسه نديها له ونقول له احنا اسفين يا صلاح انك قلت ان اخويا عايش وخطبت اختي ونصبت علينا. انت ازاي اصلا يا ماما تصدقي حاجه زي دي؟ دي فلوس حماده. بقولك ايه يا ماما، فلوسك انت حره فيها، الفلوس اللي معايا دي بتاعتي، والله لما يطلع لابويا من قبره مش اخويا ما هديله ولا مليم، كفايه اللي هو خده ونصب علينا فيه. حريه دنيا اوعي تعمي على عمقك، خلاص لاحظت تعبه، ما تخليش كمان صدمتك في صلاح ده ولا في سعيد تعمي عينيكي. هو ده انتخ تعرفيه؟ ايوه طبعا اعرفه، ده اللي باع علينا الارض. كويس، قولي لي بقى العقد بتاع الارض دي فين؟ عند المحاميه اديناهولها عشان تسجله. طب والمحاميه دي فين؟ معرفش، احنا روحنا مكتبها لقيناه طالع بتاع واحد تاني. يا ابن ال عامل حسابه على كل حاجه. مش قلت لحضرتك ان هو ذكي جدا؟ بس مصيره يقع. ايه رايك تعملي مكافاه اللي يرشد عنه؟ اتفضلوا يا جماعه. نايم العيال دي فين؟ خليهم عزه الاوضه الثانيه. اتفضلي يا ام عبد الله، تعالي يا اختي بالبيت. مش كنا جبنا الشنط بدل ما يناموا بهدومهم؟ مش وقته يا واطي. وبعدين يا سعيد هتعمل ايه في المصيبه دي؟ معلش كل مشكله وليها حل. هعمل لكم حاجه تاكلوها؟ اه طبعا، اعملي يا عزه بسرعه. النبي يا سعيد بلاش سجاير عشان عزه بعد الحمل ما بقتش طايقه ريحتها. هات مفتاح الشقه. ليه؟ اروح مشوار وارجع متاخر. هو مشي ليه؟ خرج يتمشى شويه، معلش اعذريه، ده متهم في قضيه قتل. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايزين تاذوني ليه يا حاجه؟ لا يا انا اذيتكم في حاجه؟ لا أصلي. انا اذيتكم في حاجه؟ اصل حريه ادينا اهو فوق راسك وعلى سريرك ممكن اذيكي. هاب يا صلاح، قصدي يا سعيد يا ابني، ده انا زي امك. ما انا كنت بعاملك زي امي واكتر، خرجت من عندك اتفقت معاك اجيب لك ابنك وتديني الفلوس. حصل؟ حصل. امال ايه اللي غير الاتفاق؟ البلاغه اللي عملته لازم يتسحب. حاضر، هخلي عريه تسحبه، بس خلي بينا المعروف يا ابني. ما انا كنت عايزه امشيها كده، انتوا اللي خلفتوا معايا. انت الحقوني الحقوني حريه. بنتي حريه اكتمي خالص اكتمي. بلغت عن ليه حريه وانت عارف ان انا ما قتلتش اخوك؟ سيبها حبيبي، ما تضيعش نفسك. ما انا كده كده ضعت يا حاجه. انا هعمل لك كل اللي انت عايزه وهخليها كمان تسحب البلاغ. انت عايز تعمل، بس مش هديلك الفلوس ولا هسحب البلاغ لما ترجع لي اخويا. ايه ده وصفي؟ وصفي إيه؟ انت يا عم قوم. فين يا ابراهيم؟ انت رجعت في كلامك ولا ايه يا عم؟ لا مش انا اللي رجعت في كلامي، ابويا هو اللي رجع في كلامه. يعني ايه؟ اتخانقت انا وهو، سبت له البيت ومشيت. يعني ايه؟ هترجع لي فلوسي واخد شنطتي واتكل على الله، ولا هتقوم تهز طولك وتمشي؟ ايه في يا عم، انا عارف ان الشقه بقت شقتك، خلاص استضيفني عندك بقى. لا ما ينفعش يا حبيبي. ايوه يا جدعان، ندل حتى النخاع والله، ما اخرها كان امبارح رحت جبتك من الاسم وبيتك معايا. وصفي انت شكلك هتعك وانا ماليش في العكعكه، كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. بقول لك ايه، مش 4000 جنيه دول اللي هتشتري بيهم الشقه؟ خلاص احنا فيها، ادهمني واخد شنطتي وامشي. بس انا صرفت منهم، اصبر عليا يومين هتجيلي فلوس هديهم لك. طب وايه رايك في حل يخلصك من الزنقه دي؟ ايه تديني ايجار سنه؟ انت عبيط؟ في حد بيدفع ايجار سنه؟ انا هشتري الشقه. والله يعني هو الانسان ضعيف. ما تحورش، هي كلمه والرد غطاها. موافق اكتب لك شيك دلوقتي، مش موافق اخد شنطتي وامشي. هتدفع كام؟